للأسف الظروف ما كانتش تسمح ان انا اقولك على حقيقة مشاعري، بس بتهيألي مشاعري كانت باينة عليا. حتى لما حصل اللي حصل وانت سبت البيت انا ما قدرتش اجي عشان اعتذرلك، ما كنتش قادر احط عينيا في عينيك. بصراحة كنت حاسس ان انا المسؤول عن اللي حصل لك، بس اول لما قابلت زغلول وقال لي ان انت ما اتجوزتيش وانك فسخت خطوبتك، ما تتصوريش الامل رجال ازاي. حسيت ان احنا اتخلقنا لبعض وان ما فيش حاجه هتفرقنا عن بعض ابدا. شمس، تتجوزيني؟ نعملوا لك الشاي. شاي ايه؟ انا مش عايز شاي، لو سمحتي رد عليا. استاذ رياض، احنا ما بنفكروش في الجواز خالص. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني حضرتك ابن حلال ومجدع وشهم وابن ناس ومن عيله كبيره وليك مستقبل كبير ان شاء الله، لكن شمس، انا ممكن اديكي وقت تفكري لحد ما تاخدي قرار. معلش يا استاذ رياض، احنا ما بنفكروش في الجواز نهائي. احنا خلاص خدنا نصيبنا من الدنيا والحمد لله راضيين بيه. ده قرارك النهائي؟ أنا اسمك. مع السلامة. مالك يا دنايا، في ايه؟ الله، راجعه من الشغل بدري. ايه والجدع اللي كان هنا دلوقتي ده كان عاوز منك ايه؟ قلت لك الدنيا مش قفش كده، قلت لك كمان بلاش تهور. تهور؟ دي مشاعر يا مكرم، مش تهور. انا بس ما كنتش متوقع ان هي هتبقى كده. رياض، الحب والجواز مش قفش كده، وما هياش زرار تدوس عليه يولع ويطفي، وما هياش جبر خواطر. وبعدين هي سبق وقالت لك قبل كده انها لا يمكن تتجوز اي حد الا اذا كانت بتحبه. ومين اللي قال لك ان انا ممكن اقبل ان اتجوزها جبر خواطر؟
انا كل الحكاية ان كان جوايا احساس ان هي كمان معجبة بيا زي ما انا معجب بيها. حتى لو كان ده صحيح، الاعجاب حاجة والحب والجواز حاجة تانية. وبعدين ما تزعلش مني يا رياض، حتى لو كانت شمس بتحبك مش معجبة بيك، بس بعد كل اللي شافته من عيلتكم ليها حق انها ترفض اي حاجة تربطها بالعيلة دي. بعدين مش جايز يا سيدي انها تكون لسه بتحب خطيبها الاولاني؟ يعني معقولة تكون لسه بتحبه؟ ليه لا؟ هي صحيح رفضته وفسخت الخطوبة بإيدها، لكن رغم ده ممكن تكون بتحبه. الحاجات دي بتبقى معقدة يا رياض، مش بالبساطة اللي انت بتتصرف فيها. رياض! ايوه يا باشا! يا خبر ابيض، انا نسيب بابا. ايوه يا بابا جاي! ايوه يا بابا! معلش يا باشا، انا اسف، في حاجه نسيتني ولخبتني. يعني انا عاوز اقعد على الرمل شويه قدام البحر، لان ميه البحر وحشتني قوي يا ابني. روحة شمسية. حاضر. مين عارف، يمكن ما عادش فيه في العمر بقيه عشان الواحد يرجع هنا تاني. حب بطل ولا الحريقة اللي في قلب حد طفاها؟ حريقة؟ هو انت نمت وصحيت كده فجأة لقيت نفسك بتحبني؟ من أول لحظة شفتك فيها حسيت إن قلبي متشعلق بيكي، وحسيت إن انت الإنسانة الوحيدة اللي طول عمري بدور عليها. يا سامس، قلت أدي لنفسي فرصة علشان أتأكد من مشاعري. وتأكد؟ وبصمت بالعشرة كمان، ومش عاوز من النهاردة تضيع مننا لحظة واحدة وإحنا بعيد عن بعض. علشان كده ممكن يا باشا أتقدم للباشا وأطلب إيد بنته ست الحسن والجمال؟ لا، ده أنت مستعجل قوي. غصب عني، حياة الوحدة والعزوبية مزهقاني. عايش في فيلا طويلة عريضة لوحدي، ما بهربش غير للشغل والبزنس وحياة البنوك والأرباح ليل ونهار. عايش لوحدي يا سمية، ونفسي حد حنين يملى عليا حياتي. عشان كده نفسي نتجوز بسرعة. عموما اديني فرصة امهد لماما وللباشا. اوكي، بس ارجوك ما تتأخرش عليا في الرد. انا مستني على شوق، مستني على نار، الحريقة لسه قايدة في قلبي. وقولي لهم ان سمير فخري كل طلباتهم هيلبها لهم، انا تحت امرهم وامرك انت كمان. قولي لهم بيقول لكم شو بيك لبيك عبدكم وملك ايديكو، وانا اهو بقدم فروض الطاعة والولاء. بحبك. هيكتب لي فيلة اسكندرية باسمي وهيعتبرها مهري، ومش بس كده، ده هيدخلني معاه شريكة في كل شركاته، وهتبقى اقامتنا بين اسكندرية والسرايان. ايه رأيك يا ماما؟ انتي بتاخدي رأيي في ايه؟ ما انتوا متفقين على كل حاجة؟ انا ما عنديش وقت اضيعه، ومش بعيد واحدة من بنات النادي تحط عينها عليه وتخطفه مني، ما انتي عارفاه. لكن انتي بتقولي انه بيحبك. ما هو ده الكلام اللي بيتقال في المناسبات اللي زي دي. المهم انك انتي تبقي سعيدة معاه. بتهيألي ان طريقة تفكيرنا واحدة، واننا هنتفق على كل حاجة.
ايه رايك يكون الجواز الاسبوع اللي جاي؟ معقول بالسرعه دي من غير ما نعرف اي حاجه عن العريس؟ الحاجات دي ما بقتش تفرق دلوقتي يا ماما، ويا ريت بقى لما يجي الباشا تديله خبر. شكرين. ايوه الفريسكا. يطلع ايه بقى العريس اللي بتقدم لك ده؟ رجل اعمال عنده شركات وبزنس. وانت تعرفيه من امتى؟ شافني في النادي واعجب بيا وتقدم لي وانا وافقت. وافقتي منك لنفسك كده؟ مالكيش اهل؟ مش مفروض يقعد معانا نشوف الراجل ده يناسبك ويريحك ولا لا؟ من الناحيه دي اطمن. عشان اطمن خليني اقعد معاه عشان اطمن زيك كده. اكونش قاصر وانت ولي امري؟ عيب يا سميه هاني، ما انا اخوك الكبير. انا قلت لك من باب العلم بالشيء، ولو سمحت بقى تخرج نفسك من الموضوع ده خالص، وما تحاولش تتدخل في اي حاجه تخصني، وخصوصا موضوع جوازي. وبعدين العريس جه وقابل ماما واتفق معاها على كل حاجه قبل ما حضرتك تشرف من اسكندريه. عن اذنك. اعقل يا رياض وبلاش تهور. يا مكرم، هو انت هتفهمني ايه اللي اكتبه وايه اللي ما اكتبوش؟ ما تيجي تقعد بدالي احسن وتكتب انت. لا مش هرد عليك عشان عارف ان اعصابك متوتره، لكن انا مش عايزك تقع في مشاكل. رياض اللي انت كاتبه ده لو اتنشر مش هيعدي بالسهل. خلاص يا مكرم، الرساله وصلت، حضرتك تقدر تتفضل على المكتب. ايوه يا سمير، تعال عشان تاخد المقال. خلاص انا رجعت وجاهز للطبع. مش كان واجب يا رياض تبعت لي المقاله بتاعتك اقراها؟ مش انا رئيس التحرير المسؤول عن كل كلمه تتنشر في المجله؟ اعتقد يا استاذ حسان الناس بتوعك وهم منتشرين في المجله اكيد بلغوك بكل حاجه، وبعدين المقال كان على مكتب حضرتك الوقت الكافي انك تراجعه. وعلى فكرة انا مش هشيل منه ولا كلمة، ولو ادى الامر حتى ان انا اترفض. حيلك يا رياض حيلك، انت على طول مندفع كده ودمك حامي. ايه رأيك بقى ان المقالة عجبتني؟ عجبتك؟ ايوه عجبتني، وانا موافق على كل كلمه كتبتها. ومش بس كده، ده رايي الشخصي، وانا اللي اقنعت الرقيب ما يشيلش ولا كلمه واحده. حضرتك عملت ده؟ مستغرب ليه؟ انت ناسي اني صحفي قديم وكبير. انا ايام شبابي ياما كتبت مقالات هزت الدنيا ايام السرايا والانجليز. سبحان مغير الأحوال. أنت يا رياض بتفكرني بشبابي، حماس الشباب واندفاعه وشجاعته. الحقيقة أستاذ حسان اللي حضرتك بتقوله ده يسعد أي إنسان. أنت اسم كبير دلوقتي يا رياض في عالم الصحافة وفي المجلة، الناس بتستنى رأيك الشجاع الحر. أوعى تخذلهم يا رياض، اوعى تخذلهم. توزيع المجلة
اتضاعف بسببك، وده معناه حاجة واحدة في عالم الصحافة، إن اللي بتكتبه مقروء ومطلوب ولازم تستمر فيه. إيه بتبصلي كده ليه؟ مستغرب؟ شوية. خلاص المية تكتب الغطاس، لما أنشر المقالة بتاعتك هتتأكد من كل كلمة قلتها إذا كانت حقيقة ولا مش حقيقة. مكرم خلص البورتريه بتاع رئيس الوزراء ولا لا؟ أنا عايز أنزله غلاف. مكرم اعتذر عن الرسم. ليه؟ هو حر. خلاص أنا هكلف رسام تاني يرسم البورتريه بسرعة، بكرة الغلاف هيطبع، مفيش وقت. أبلة شمس سابح، ايه اللي جابك؟ ما احنا استغبناك ولما الليل ليل وما روحتيش خوفنا عليك، قلنا انت اكيد قاعده على الشط واحنا عارفين انت بتحب البحر قد ايه، زي اللي يكون بيكلمك وبتكلميه. ما عاد ليش صاحب غير. على فكره ابو شمس، زغلول قال لنا على كل حاجه. زغلول؟ زغلول قال لك على ايه؟ قال لنا ان الاستاذ رياض لما جه البيت عندنا كان عاوز يخطبك وانت ما رضيتيش. صح سامح، ما نحبكش يكون ليك دعوه بالحاجات دي. الاستاذ رياض بيحبك قوي قبل شمس، وانت شرفك لما جينا لك مصر ومسكونا في القطر عشان معناش التذكره، الاستاذ رياض خلاهم يسيبونا وجابنا ليكي، وحسيت من كلامه ان بيحبك قوي 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 قوي. لكن الاستاذ سمير من ساعه ما جه واحنا حاسين ان كل كلمه بيقولها كذب. انت ليه مش عايزه تتجوزي الاستاذ رياض؟ مش هتلاقي واحد بيحبك وبيخاف عليك زيه. حتى لو كان بيحبني زي ما بتقول، في حاجات كتيرة تمنعنا نتجوزوه. هو فين واحنا فين؟ ما كلنا ولاد تسعة، وانت بتقولي لي كده دايما يا ابله شمس. في حاجات تانية كتير لا يمكن تخلي البني ادمين زي بعض. لما تكبر هتفهم اللي انا بقوله لك ده. اني خلاص مش عاوزة غير اني افضل جنبك انت وامي لحد ما تكبر وتتخرج من الجامعة ويجوزوك بايدينا كمان. لكن يا ابله شمس، ما فيش لكن. سامح، لو بتحبنا بصحيح بلاش تجي في سيره الموضوع ده تاني. سامح ليه هدوك؟ يلا تعالى نقفل الكشك عشان نروح. اتفضلي يا هاني. ميرسي. اي اوامر تانية؟ لا روحي انت. رجب، يا رجب. تحت امرك يا هاني. ده كشف باسماء الناس اللي هتوصل لها الدعوات بنفسك، وبعد كده تعدي على الاوتيل اللي جهز لنا الاكل وتطمن ان كل حاجه مظبوطه. تطمن بنفسك. تحت امرك. اي خدمه تانية يا فندم؟ لا ميرسي. الو، اهلا، ازاي حضرتك؟ بقالنا زمان ما سمعناش صوتك. الحمد لله. وازاي عروستنا الحلوه؟ الحمد لله. لا رياض هو لسه نايم. رياض بي، رياض بي، صباح الخير. صباح النور. انت مين؟ انا مديحه، مديره الشغالين الجديده في السراي. مديره شغالين؟ ايوه، انا استلمت شغلي من ساعتين بس. ده مين اللي عينكم؟ سمير بيه، خطيب سميه هاني. طب وانا مالي ومال الحكايه دي؟
انا اسفه للازعاج، اصل في واحد عايز حضرتك على التليفون واصر اننا نصحيك من النوم. واحد مين ده؟ بيقول ان اسمه رشاد بيه. طيب اتفضلي. انت اتجننت؟ انت ايه اللي كاتبه في المجله ده يا استاذ؟ انا مش شايف ان انا كتبت حاجه في المجله تخلي حضرتك تنفعل بالشكل ده. ده تطاول على سياسه الدوله، تطاول على الحكومه كلها. تكونش يا استاذ بتفهم في السياسه والاقتصاد احسن من الحكومه؟ يكونش قلبك على الناس اكتر من الحكومه؟ انا مارست اللي الحكومه بتنادي بيه، الحريه والديمقراطيه وحق الصحافه في انها تهتم بمشاكل الناس وتقرب منها وانها تعبر عن رايها وتقوله حتى لو كان مخالف للحكومه. الصحافه ليها وجهه نظر مخالفه؟ دي وجهه نظرك انت وبس يا استاذ. ولو يبقى حقي وانا مارسته، ومن حق اي مسؤول انه يرد عليه. يعني تعدد الاراء هو ده من صميم الحريه والديمقراطيه اللي الحكومه بتنادي بيها. ديمقراطيه؟ انت بتقول ايه؟ انت باللي كتبته ده يا استاذ تجاوزت كل الخطوط الحمراء. انا ما كنتش اعرف ان في خطوط حمراء عشان اخلي بالي منها وما تجاوزهاش. وبعدين يا رشاد بيه، تعدد الاراء والاختلاف في الراي ده دليل صحه مش مرض، وما هوش مصدر للعداوه. في النهايه ده كله للصالح العام. للصالح العام؟ تحريض الجماهير ضد سياسة الدولة يبقى للصالح العام؟ تقليب الرأي العام ضد السياسة الاقتصادية للدولة يبقى للصالح العام؟ رفض المنهج الاشتراكي والدعوة للرأسمالية يبقى برضو يا أستاذ للصالح العام؟ لا لا، أنا ما حرضتش الجماهير ولا قلبت الرأي العام. أنا كل اللي حصل إن أنا قلت رأيي. الظاهر إنك مش قادر تنسى أنت مين وابن مين. إذا كنت حضرتك تقصد إن أنا واحد من ولاد الباشوات بتوع العهد القديم، فده ما ينفيش عني الوطنية ولا حماسي وإيماني بقيمة العهد الجديد. يبقى اندفاع وتهور الشباب خدك وما بقتش عارف أنت بتقول إيه أو بتعمل إيه. انت عارف يا رياض يا ابني انا بحبك ازاي، وقفت جنبك زمان ازاي، لكن للاسف المره دي الموضوع خرج من ايدي. في تعليمات صدرت بجمع المجله من الاسواق ومصادرتها. مصادره المجله؟ ومش كده وبس، صدر قرار بوقفك عن العمل ووقف مرتبك كمان. اهلا يا حضرة الضابط، صباح الخير. صباح الخير يا شمس. خير ان شاء الله، في ايه؟ صدرت لنا اوامر بجمع مجلة الامل من السوق. يلا يا ابني انت اهو. مجلة الامل؟ ليه سيادتك؟ معرفش، دي اوامر. يلا يا ابني انت اهو. باين بخصوص المقال. مقال ايه لمؤاخذة؟ بتاع رياض البسيوني. خلاص يا ابني انت اهو. خلاص يا فندم. خلاص يا فندم. انا حاسب لك العدد دوت كان في زبون اشتراه. كتر الف خيرك يا بني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شمس، وفي ايه؟ البوليس ده كله كان عاوز ايه؟ معلش يا زهير، خد بالك من الكشك عبال ما عندنا نرجع، 10 دقايق مش هنغيب. رايحة فين يا شمس؟ ها؟ هو ايه الحكاية؟ سمعت آخر الأخبار يا أستاذ حسان؟ من بدري رياض وقفوه. ولسه
هنشوف هيعملوا وياه ايه. ادينا خلصنا منه ومن مشاكباته ووجع الدماغ اللي كان جايلنا من وراه، وهو طايح في المجلة كأنها مجلة أبوه، وفاكر نفسه رئيس التحرير يعمل اللي هو عايزه. ما هو افتكر نفسه مناضل سياسي، والجماهير بتهتف باسمه، والمجلة ما بتبيعش إلا علشان خاطر مقالات. لأ، ورشاد بيه واقف وراه، مانع أي حد يقرب منه ولا يقول له تلت التلاتة كام. لما نشوف بقى رشاد بيه هيعمل معاه إيه المرة دي. آه، علشان كده انت سبته ينشر مقاله الأخراني وانت عارف. تعالي تعالي، مش بيقولوا اصبر على جار السو يا يرحل يا تجيله مصيبة؟ اهو صاحبنا جاله الاتنين. تعالي يا سمسونتي تعالي. لا 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 لا، ده انت طلعت دماغ كده. انا شعر راسي شاب في الشغلانة دي، وياما شفت فيها. مالها عروض الازياء؟ مالها مسابقه جمال الشاطئ؟ مش احسن من القعده في البيت ووقف صرف المرتب؟ طيب ما قلتليش يا استاذ حسين، مين هيبقى رئيس قسم التحقيقات الجديد؟ زي ما شالوكي من على مكتب رياض بعد ما قعدتك عليه، هقعدك عليه تاني. انت عارفه اني بكافئ المخلصين ليا. وامتى بقى هيصدر القرار ده؟ ما تستعجليش بالهداوة، اتعلمي مني. سيبيني بقى، خليني اكتب المقالة بتاعت العدد الجاي على رواقة، وابشر القراء بالخبر الميمون. لا 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 لا، كده ممكن حد يدخل. ابعتي حد من السعاه يجيب من مكتب سرياد اللوحة والأنتريل اللي كنت هديتهم له، ويجيبوهم هنا على مكتبي. تحت أمرك يا أستاذ. استني يا سوسة، اتفضلي على المكتب، امسكي قلم، اكتبي اللي حملهولك عشان تلحقي توديه المطبعة. حاضر يا أستاذ. في كل عهد، مهما كان عظيما وملبيا لمطالب الجماهير ومحققا لآمالهم وطموحاتهم وأحلامهم، سوف نجد دائما من يشكك في هذه الأعمال العظيمة ويحاولون التشكيك في الرجال العظام الذين يقومون بهذا العمل الجليل من أجل الصالح العام ومن أجل الجماهير الكادحة. حلوة الكادحة دي؟ ده أنت اللي حلو يا أستاذ. نكمل نكمل. مثل هؤلاء الحاقدين ذوي النفوس المريضة، لا مكان لهم بيننا في مهنتنا، فهم مثل العضو الفاسد يجب بتره في الحال. حلو. أبا شمس، مالك كده مسهمة وسرحانة من الظهرية؟ في إيه؟ مفيش يا سامة. في حاجة مزعلاكي؟ قلت لك مفيش يا سامة، خلاص بقى. في ايه حكايتك يا بنتي يا زكية؟ انت ما بتاكليش ليه؟ انا ماليش نفس. مالكيش نفس؟ ليه يا اختي؟ وايه اللي سد نفسك ان شاء الله؟ كل يوم فول وفلافل وجبنة، انا زهقت. زهقتي؟ هو انت كنت بتاكلي المحمر والمشمر وانا كنت حشته عنك؟ زكية يا تيتا عايزه تاكل كباب وكفته. كباب وكفته؟ منين يا ضنايا؟ دول القرشين اللي بيجونا من المحل، يا دوبك بنكفي بيهم حالنا. ماما كانت بتجيب لنا كباب وكفته وكل اللي نفسنا فيه. ماما هي ما بقتش تجيلنا ليه؟ ماما كانت بتجيب لنا حاجات حلوه وكل اللي نفسنا فيه، وانت كنتي بتقولي لنا ما ناكلوش منه. انت مين يا بنت اللي علمك الكلام ده؟ قطع لسانك.
انا عاوزه ماما، عاوزه ماما. بس يا بت اهو ده اللي عندي، وحسك عينك تجيب سيره امك ولا سيره الكلام ده تاني، واني كنت نقطعوكي حتت، فاهمه؟ ايه ده؟ يا دي النور، يا دي النور، يا ارض احفظي ما عليكي، وانا بقول مصر نورت ليه؟ اهلا اهلا، وصلتي من بيروت امتى؟ لسه حالا، جيت من المطار على هنا. يا سلام يا سلام، انا حظي كويس بقى على كده اني اول واحد تفكري تزوريه. جيت اشكرك، ما تتصورش استقبلوني ازاي في بيروت، دول كانوا هيشيلوني من على الارض. هو انت شويه ست الستات، ولا انا كنت هرتب لك رحله لبنان من غير ما اكون متاكد انهم هيشيلوكي على كفوف الراحه؟ سمعت انك رقصتي وبدعتي هناك، ولا بديعه مصابني في زمانها. مفيش جرنان الا لما عمل معاكي حوار، مفيش مجله الا ما نزلت صورتك على غلافها. لبنان دي بلد الفن بصحيح، والنبي اهل لبنان دول ما في زيهم. ايه اللي رجعك بسرعه؟ انا كنت فاكر انها هتعجبك القعده وتمدي عقدك شهرين ثلاثه. والله كنت بفكر ازورك هناك. اني اصلي زي السمك، ما نطلعوش بره الميه ومناخدش نفسنا الا في بلدي. اه والله عندك حق، مفيش احلى من بلدي، اموت في البلدي يا بلدي يا بلدي. عيب عليك يا راجل، عيب على شبتك. شبتي؟ الشباب شباب القلب. اتفضل. ايه ده؟ عايزني انساك وانت اللي موضب لي كل حاجه؟ جايبالي هديه تمن اني رتبت لك رحله لبنان؟ لا عيب يا راجل، ما تتحمقش قوي كده، دي ساعه ذهب وفصوصها الماس. ذهب وفصوص الماس؟ لا اقبل الهديه. ايوه كده، بس انا ملاحظ انك ناسي اتفاقنا القديم. انا عمال اقدم السبت والحد والاثنين والتلات، لما وصلت للجمعة وانت مش سائلة فيا. بقولك ايه، بلاش شويتين بتوعك دول. انا مش عارف انت متمسكة بشرابة الخرج ده ليه، بالذمة مش مكشوفة منه وانت داخلة معاه في اي حتة وهو مسطول ليل ونهار. هو لا بيروح معايا لا يمين ولا شمال، اهو متلقح في البيت، لا شغلة ولا مشغلة. طب ايه لازمته بقى؟ هو ده لازمته؟ امال عايزني اتجوز راجل يقول لي رايحة فين وجاية منين وبتعملي ايه وكده وكده، ويفتح لي محضر وسين وجيم. طيب اذا لقيتي راجل بجد قيمة ومركز وبرضه مش هيقولك رايحة فين ولا جاية منين، عشان هيكون بيحبك ويقدر ظروف شغلك. ومين ده بقى يا اخويا؟ انا الراجل اللي يستهلك وترفعي راسك وانت داخلة بيه اي مكان، ويدفع لك المهر اللي تستهليه. مهر؟ مهر ايه؟ مهر حاجة تانية خالص، مش فلوس، لا صورك لما تبقى على افيشات السينمات، وبعد ما كنتي نجمة الرقص الشرقي هتبقي نجمة السينما. نجمة سينما؟ أيوة هتبقي نجمة سينما، وانت عارفة أنا ما بهزرش في الحاجات دي، والمنتج موجود ومستني يمضي معاكي بطولة أول فيلم، مستني إشارة مني، وأنا فيلم وسينما ومسرح كمان. مسرح وتبقي ولا تحية كاريوكا ولا نجوى فؤاد، هفتح لك ابواب المجد وتبقي فنانة بحق وحقيقي. بس 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 انت دوختني، انا مش عارفة، دي مفاجأة. ايوه بس مفاجأة حلوة، انا حسيبك تفكري، فكري براحتك، بس ما تطوليش في التفكير عشان استنيت كتير.
كتير كتير قوي. استنانا هنا، احنا مش هنتأخر. تحت امرك يا مدام. اتكتم يا بنت ونبي بقى. انا عاوزه ماما، عاوزه ماما. وبعدين بقى يعني مفيش فايده فيكي؟ طب والله العظيم لن اقطعه لحمك نساير ما كنتيش تكتمي وتنامي. هو ده اللي وصيناكي عليه يا اما. خلاص الحمد لله على السلامه. ماما ماما ما تخافيش يا حبيبتي، بطلي عياط. احنا سايبين لك العيال علشان تضربيهم وتبيتيهم عياطين. عيال صغيرين ولازم يتأدبوا. يتأدبوا يتأدبوا عشان عايزين يروحوا لامهم؟ يبقى انت اللي بتقسيهم عليا يا اما. انا عاوزه نيجي معاكي يا ماما، مش عايزه نقعد مع تيتا. ما تخافيش يا حبيبتي هناخدوكي معانا. تروح معاكي فين؟ جرايه يا اما، انت هتمنعينا عن ولادي ولا هتاخديهم مني بالغصب؟ وانت ما وحشتكش امك؟ ما بتسالش عليها؟ ازيك يا ماما؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه. يلا يلا علشان تيجي معانا تعيش معانا. انا هنقعد مع تيتا. يا واد يلا هاخدك انت واختك، خد البس. انا هنفضل مع تيتا كده. طيب بكره تقول حق برقبتي. يلا يا زكي يلا حبيبتي البس يا بيت. يلا يلا تعالى كمل. يلا يا بيت. كنت يا حبيبي عايز تروح مع امك، انا مش هنقدر نمنعوك. لا يا تيتا انا هفضل قاعد معاكي. نعيمه يا بنت. يا نعيمه الحمد لله على السلامه يا مدام. الله يسلمك. صلاح فين؟ نايم في اوضته. النوم العوافي على راي المثل، اكله مرعه وقله صنعه. عندك ايه عشا؟ لحمه وخضار. طب يلا روحي سخني العشا. حاضر يا مدام. وحشتيني يا حبيبه ماما، من النهارده مش هتغيبي عن حضني ولا لحظه. وانتي كمان يا ماما. خدي يا حبيبتي، شوفي مامي جابت لك ايه، شايفه؟ وبكره هننزل نجيب قدهم 10 مرات كمان. شكرا يا ماما. حبيبتي اتفرجي عليهم عقبال ما اجيلك جايلك على طول. يا صلاح يا صلاح. صلاح ايه ده نايم في زريبة يا بعيد؟ الهي ما توعى تنام ولا تتهنى. اصحى انت يا منيل. اخلص انت رجعت من السفر امتى؟ رجعت الميه في زورك يا بعيد. بقى يا راجل يا اللي ما عندكش دم اغيب عنك شهر، ما تجيش المطار تقول لي الحمد لله على السلامه. ما هو اصل احنا كنا تعبانين شويه يعني. وانت من امتى يا اخويا كنت سليم؟ ما انت على طول تعبان، من يوم ما اتنيلت اتجوزتك وانت تعبان. مالك كده يا صفصف راجع من السفر كده مش طايقه دبان وشك؟ في ايه؟ هو اللي يشوفك يفرح ولا يتهنى يا بعيد؟ وبعدين انا مش قايله لك ما تشربش السم الهري ده هنا في اوضه النوم؟ ارجع عليك قلبها لي محششه. ما هو ما هو يعني اصل ما هو ايه يا بعيد؟ روح عندها البيت خليها تنظف الاوضه من الكراكيب اللي انت عاملها لي دي، ومن الليله دي هتنام في الاوضه التانيه. ننام في الاوضه التانيه ليه؟ علشان بنتي يا حبيبي هتنام هنا في حضن امها. بنتك؟ ايه مش عاجبك يا الدلعادي؟ لا ما عندناش. بحسب. خد يا سالم. ما تمدي ايدك يا ام افلاف، ما تاكليش ليه؟ مالناش نفس الحال من ساعه اخلاص ما خدت مني بنتها. انت خايفه عليها من امها؟ خايفه من اللي هيجرى لها لو صدت مع امها. ما تخافيش عليها، دي مهما كان برضه امها. وبعدين اخلاص روحها في اولادها.
يلا كلي 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 بقى، ما تزعليش شمس، دي واخدة اجازة النهاردة مخصوص علشان تخرجنا وتجيبنا على البحر. لما شافتك زعلان من زمان، اول مرة نشوف البحر. مش معقولة يعني كل الناس بيجوا يصيفوا عندنا واحنا الاسكندرانية ما بنخرجوش يصيفوا حتى. ولا يا سالم، ما تيجي نلعبوا شوية؟ يلا خد يا سالم، خد معاك يا اتفضلي يا هاني. حط عنك. يا اهلا يا اهلا وسهلا. ازيك يا مكرم؟ اتفضل. شكرا. ازيك يا رياض، عامل ايه؟ الحمد لله، زي ما انت شايف كده بقيت عاطل واديني قاعد في البيت على طول. معلش نسير كل حاجة ترجع لأصلها. على فكرة انا عايز اشكرك انك كلفت خاطرك وجيت تسأل علي، وبالذات ان انا اخر مرة كنت عصبي وكنت قليل الذوق معك. كريه يا رياض، احنا اخوات وعمري ما ازعل منك ابدا. انا بس كنت خايف عليك، وادي اللي انا كنت خايف منه حصل. بقولك ايه، الكلام هنا مش هينفع. اه يا سيدي، النهارده عقبال املتك عندنا حفل زفاف ميمون. طب ما تيجي نشم هوا ونتكلم براحتنا. يا ريت، انا حاسس الجو هنا بقى خانقه. يلا يلا بينا. اتفضل اتفضل. شايفه يا ماما، رياض سايبنا في يوم زي ده وخارج مع صاحبه. معلش يا سميه، ما انت عارفه ظروف، من يوم ما وقفوه في المجلة وهو ما بقاش يخرج من السراية خالص. قلبي كان حاسس ان حاجة زي دي هتحصل. انا مش عارفة ايه اللي عاجبه في الشغلانة دي اللي مش جايله من وراها غير وجع القلب. انا هبقى اكلم سمير يشوف له اي شغل او حتى يشغله معي. شفت بقى يا سيدي جالك كلامي؟ يا عم العب وخلينا في حالنا، ملناش دعوة. الشاي يا استاذ رياض. شكرا. تحت امرك. ما انت عارف يا عم رياض ان الكلام والاشاعات ما بيخلصوش من الوسط بتاعنا. ايوه، وانا بقى طلعت المغفل الوحيد في الحكايه دي كلها. رشاد الشربيني كان موافق عليا ومبسوط مني طول ما انا بكتب كلام هو متفق معايا فيه. طبعا انا مش واخد بالي لما اختلفت ارائنا وحس ان انا ممكن اسبب له مشكله، قرر انه يضحي بيا وبلا رغبه. المهم انت ناوي على ايه دلوقتي؟ مش عارف يا بكر، مش عارف. حصل ده هزني من جوه. انا حاسس زي ما يكون في زلزال حصل في حياتي. يعني انت ما كنتش فاهم يا رياض، ولا ما كنتش عايز تفهم؟ انا دلوقتي بس فهمت. الحريه والديمقراطيه مباحه طول ما انت بتمدح السياسات القائمه، اما اذا انتقدت السياسات القائمه بنفس مبدا الحريه والديمقراطيه دي تبقى في الحاله دي انت محرض وخارج عن الخطوط الحمراء. دي الاشكاليه اللي حاصله دلوقتي بين المثقفين والحكومه. المثقفين ايدوا الثوره ووقفوا وراها باسم الحريه والديمقراطيه، ولما لقيوها ما بتنفذش اللي وعدت بيه بشكل كامل كان نهايه شهر العسل بينهم. اعتقد إن ده دور المثقف الحقيقي، إنه ما بيهادنش في بلدهم. المهم قولي أنت ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ أنت عارف إن مفيش جورنان ولا مجلة هيرضوا يشغلوك عندهم وأنت وأنا مغضوب عليه، مش كده؟ يا ريت المسألة جت على وقفك عن العمل بس، دول كمان وقفوا مرتبك وده الإجرام بعينه. Feel it.
والبنت الشمس الشموس.